مع شراقة كل صباح يتقاطر التجار هنا، فكل منهم يأتي باكرا لحجز أفضل مكان يعرض فيه ما جلب معه من ماشية. وعلى واقع أصوات الماشية تبدأ رحلة البحث عن الرزق الوحيدة أو الإضافية لأكثر من 2000 تاجر داخل سوق المواشي بمادبا في موقعه الجديد، موقع يطالب كل من جاء إليه تاجرا أو متسوقا بضرورة نقله فورا لعدم ملاءمته بيئيا وصحيا لقربه من محطة التنقية ومكب النفايات. وعلى بعد يبدو الأمر فوضويا في هذا السوق الذي يعد أكبر أسواق المواشي في المملكة من حيث عدد التجار وحجم ما يعرض فيه، إلا أنه لم يحظى بمساحة كافية، فالمدخل الوحيد للسوق هذا الطريق الضيق لتتزاحم فيه الخطوات مع تكدس المركبات وغياب للتنظيم. المملكة عادت من جديد إلى محافظة مادبا ووقفت على حال السوق لتجد الأمر يزداد سوءا لجهة افتقار السوق للبنية التحتية والخدمات العامة وما يسببه من إزعاج وتلوث بيئي. سوق بدون منفذ أو طريق، هكذا وصف تجار المواشي في محافظة مادبا حالهم بسبب فقدان السوق للبنية التحتية بعد وعود كثيرة قطعها أصحاب القرار بتوفير مساحة جيدة لهم في ظل فقدان السوق الحالي لأبسط الخدمات كالماء والكهرباء والوحدات الصحية، ليبقوا بانتظار الموقع الجديد منذ 3 أعوام. السوق عبارة عن مكرهة صحية، الناس كلها لابسة كمامات، تحسس، أمراض، كل يوم من واحد رايح على المستشفى، كل يوم من واحد، كله من وراء الأمراض اللي بالسوق، ما حد ناظر لنا ولا حد داري بينا. احنا بنعاني منذ 3 سنوات، حكونا البلدية أنه حل مؤقت، المحافظ تكفل أنه حل مؤقت، احنا بنعاني محطة اللي هي لأجلكم الله محطة تنقية على خلفنا، والمحرقة اللي هي مكب النفايات على يسارنا، مخرج للطوارئ ما فيه. نحو 2000 تاجر مواش يتوافدون إلى السوق مع ساعات الفجر لعرض مواشيهم كونها تعتبر مصدر دخلهم، إلا أن المساحة التي خصصتها لهم البلدية بشكل مؤقت لا زالت منذ 3 سنوات تراوح مكانها ولا بوادر لإنصافهم تلوح بالأفق. هذا السوق بيستفيدوا منه، يعني بتسببوا منه حوالي 500 عيلة، مرافق ما في، حمامات ما في، مسجد قرفان في بيت فيه البساس والكلاب ما حدا مهتم فيه، كهرباء ما في ولا شيء. بعدين هذا الطريق ما عليه طريق نافذ. السوق معاناتنا بهذا السوق كثرة المشاكل، أول شيء التنقية، ما في شوارع، ما في تنظيم، ربو مع صار سوى لنا أمراض، يعني كل شيء سيء بهذا السوق. نطالب إحنا بسوق محترم بموقع محترم وبعيد عن هذه التنقية. تكدس النفايات من المكب المحاذي لهم وتسريبات محطة التنقية أضرارها تعدت البيئة وطالت هؤلاء التجار نظرا لتأثرهم بها وقربهم منها. إذن هي مطالب بتوفير بيئة آمنة طال انتظارها، ولا تزال حبيسة الأدراج تبحث عن نظرة رأفة بحال أصحابها. بين مكرهتين صحيتين يقع أحد أكبر أسواق المواشي في المملكة، والذي نقل إلى هذا المكان بشكل مؤقت ليبقى مكانه منذ 3 سنوات، وتبقى معاناة تجار المواشي والمشاكل البيئية والصحية ترزح مكانها برغم الوعود المتكررة. حمز نهار، المملكة، محافظة مادبا. أحمد الزهير، رئيس لجنة بلدية مادبا، نائب محافظ مادبا، أهلا بك معنا ضيفا في بعد الخبر. سيد أحمد، أولا يا هلا، أين الموقع الذي وعد به التجار؟ 3 سنوات وهم ينتظرون، لماذا كل هذا التأخير؟ ستي الله يمسيكم بالخير ويمسي جميع المشاهدين. مضبوط، هو الموقع منذ 3 سنوات، منذ عام 2018 نقل له كموقع مؤقت لحين انشاء سوق حلال جديد. احنا بالنسبه لنا استلمنا البلديات، شرفنا كحكام اداريين استلام البلديات منذ 3 أشهر ونصف تقريبا، وبدانا بمعالجه المشكلات اللي موجوده على مستوى البلديه لخدمه المواطنين بشكل كامل ان شاء الله. من ضمن هاي المشاكل موضوع سوق الحلال اللي موجود في مادبا، وهو مصدر دخل لعدد كبير من أبناء المنطقة والمجاورين لمحافظة مادبا. تنظيم السابق هو في مدخل وفي مخرج، لكن احنا الثقافة عندنا الحمد لله رب العالمين ما في تنظيم داخلي،
هي الأرض تقريبا 58 أو 57 دنم للبلدية وموجودة مجانا لكل تجار الحلال اللي في المنطقة. موقعه يعني فعليا هو غير مناسب، جاي قريب من مكب النفايات ومن محطة التنقية، لا يفي بالغرض أن يكون سوق نموذجي. بفضل من رب العالمين الحمد لله والأخوة اللي كانوا قبلينا مشوا في مشروع إنشاء سوق حلال جديد، لغاية قبل 7 أيام بالضبط صدرت قرار من مجلس الوزراء باستملاك 40 دنم في موقع مناسب لإنشاء سوق حلال إن شاء الله جديد لتجار المنطقة. وجهة نظرنا احنا كبلدية الآن يعني أنه إنشاء سوق حلال نموذجي، وقد يكون في تشاركية بيننا وبين القطاع الخاص بإنشاء حظائر، بإنشاء مبنى إدارة، بإنشاء مرافق صحية، بإنشاء مواقف للسيارات، بحيث أنه يكون على مستوى عالي من الترتيب ومن النظافة إن شاء الله. طيب النقل إلى هذا بعد الاستملاك، الاستملاك متى حيحصل والمشروع متى سيتم تنفيذه؟ إذا كان بحاجة لوقت على الرغم أنه لا وقت أطول يمكنهم انتظاره التجار بسبب هذه المأساة، يعني على الأقل يتم إيصال الخدمات. صحيح. إلى حين إنشاء المشروع، إلى حين النقل. صحيح، احنا أعطينا إعاز للدائرة الصحية الموجودة في بلدية مادبة بتكثيف الحملات اللي على سوق الحلال من حيث الرش أو من حيث التدخين ومن حيث النظافة. في هسه توجه بالموضوع هذا، احنا هسه مقبلين على عيد الاضحى المبارك والعام انتم بخير، فقاعدين نكثف بالجهود بالموضوع هذا ان شاء الله، وراح يلمس المواطن ويلمس التاجر في الايام القادمه. موضوع امتى يتم النقل لسوق الحلال الجديد، احنا القرار الاستملاك صدر عن رئاسه الوزراء تقريبا ببدايه الشهر هذا، وردنا كتاب معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه قبل 3 أيام او 4 أيام بالموافقه على الاستملاك. نسعى حاليا في تقريبا في مشاركة بيننا وبين إحدى المنظمات لتمويل إنشاء هذا المشروع، فإذا حصلنا عليها راح يكون المشروع هو مشروع لبلدية مادبة بشكل فردي. ما حصلنا عليه بإمكانيات البلديات، وأنتم عارفين إمكانيات البلديات الأيام هذه معظمها بالأمور المادية شوي ضعيفة. مش بس الأيام هاي، يعني إلى حين تعديل القانون كمان لحتى يكون في زيادة في 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 الموازنات تبعت البلديات، لأنه مش معقول يعني كل هاي الخدمات التي تتحملها البلديات وميزانيات غير كافية أبدا، في مشاريع رح تكون على حساب مشاريع أخرى. ولكن يعني إلى حين وجود هذه التشاركية مع القطاع الخاص وإيجاد التمويل المناسب، أولاً تم تحديد المكان الذي ستستملكون به الأربعين دنم؟ نعم، تم تحديده بحيث يكون خارج إطار السكان بمنطقة تكون مناسبة جداً، بحيث لا قريبة من أين هي المنطقة؟ محطة التنقية، أو المنطقة هي في المنطقة الشرقية من مادبة، من محافظة مادبة، يعني ما منطقة مناسبة جدا، يعني الدراسات كانوا عاملينها الأخوان تصلها الخدمات المطلوبة من كهرباء وماء على الأقل؟ طبعا طبعا توصلها كافة الخدمات. احنا هسه حتى الطريق اللي موجود الحالي للسوق الحالي أعطينا توجيهاتنا لمديرية الأشغال اللي تابعة لبلدية مادبة بإعادة صيانة هذا الطريق، خاصة أنه بفترة الشتاء ترى مزعجة جدا، يعني أنا نائب محافظ مادبة صار لي سنتين أصلا قبل لا أستلم البلدية، فعندي اطلاع بمعظم المشاكل اللي موجودة في مادبة. حاولنا جهدنا الحمد لله رب العالمين يعني برفع المستوى المقدم من خدمات للمواطنين، يعني بالفترة الأخيرة رفعنا من مستوى النظافة، موضوع الإضاءة، موضوع صيانة الطرق طبعا، وإحنا عملنا ببلدية مادبة نظام جديد اللي هو استخدام كوادر البلدية فقط بلا أي عطاءات وبلا أي مقاولين. جهزنا الخلطات الإسفلتية الباردة بجهود كوادر بلدية مادبة هاي لصيانة الطرق، وأصبحت ناجحة والحمد لله رب العالمين. ففترة 3 أشهر ونص تقريبا يعني ليست كافية لإنجاز الجميع، لكن إن شاء الله أنه إحنا ندير الموارد بشكل مناسب إن شاء الله. ما الذي ستقدمونه خلال 3 أشهر؟ احنا اللي قدمناه ب3 أشهر مضت الحمد لله هو ظاهر للعيان وظاهر لمواطنين مادبة. احنا الهم الاساسي لنا بالتوجيهات الرسميه من معالي نائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخليه
برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بلا تحيز، والحمد لله رب العالمين. وهذا شيء على أرض الواقع أصبح مشهود له بالكلام اللي أنا قلت لك إياه. قدمنا شيء كويس وإن شاء الله نقدم. طبعا الموازنات البلديات ما صار لها تقريبا أقل من شهر تم المصادقة عليها. وضعنا همنا الأكبر بإنجاز مشاريع خدماتية للمواطنين، صيانة الطرق الداخلية، صيانة الإضاءة، في عندنا بعض المشاريع والاستملاكات من أجل منتزهات أو قاعات لأهالي المنطقة. طبعا أنا بدي أتحدث معك من ربنا بس عن يعني عن هذا الموقع، يعني لأنه مأساة يعني ما يحصل هناك يعني الحيوانات لا تتحمل ما يحصل حتى تتحمله البشر والتجار. حدثني يعني عن بعض الاستعدادات على الأقل لاستقبال عيد الأضحى المبارك. يعني مع العيد راح يكون هناك في تكاثف ووجود يعني ناس بشكل كثيف في هذا السوق، وبالتالي نتحدث عن معاناة فوق المعاناة أساسا. صحيح ستي، أنا عملت اجتماع قبل يومين بالكوادر الصحية اللي موجودة عندي في بلدية مادبة، وبالتنسيق حتى مع الأجهزة الأمنية خاصة في موضوع بيع الأضاحي. حددنا لهم أماكن خارج إطار الأحياء السكنية، زدنا عدد الكوادر العاملة بالنظافة بهذاك الموقع، وزدنا عدد الجولات الرش والتدخين بحيث أنه ما يكون له أي تأثير سلبي من ناحية صحية. الجولات اللي موجودة عندي بالكوادر الصحية صباحا ومساء يعني على مدار الساعة عاملين سواء بالليل أو بالنهار. وضعنا حاويات خاصة في المناطق اللي فيها مواقع بيع الأضاحي. فبإذن ربنا حتى برنامج العيد، أنا الدوام الموظفين اللي هم الكوادر الصحية والكوادر العاملة بالنظافة ما في عطل بالعيد، الكوادر عاملة على مدار الساعة بلا أي عطلة. يعني عندي طيب هذا للمواقع المخصصة لبيع الأضاحي، ولكن أتحدث عن السوق. السوق ماذا يعني تستعدون للسوق تحديدا لعيد الأضحى؟ ستي نفس الإجراءات اللي عملناها مواقع بيع الأضاحي هي نفس الإجراءات اللي راح تكون بسوق الحلال إن شاء الله. طيب والعمل يعني ما راح نخليهم والعمل على إيجاد منفذ للطريق أو توسعة الساحة على الأقل، هذه مطالب يعني يومية. ستي هو فعليا السوق الحلال الموجود المؤقت حاليا له مدخل ومخرج، لكن احنا الحمد لله ثقافة عندنا عالية بحيث انه السيارات هي اللي تسكر الطريق سواء المدخل أو المخرج. هذا الشيء أنا تم تنسيق بيننا وبين رئيس المركز الأمني اللي يتابع له المنطقة هذه بحيث تكون دورية موجودة ثابتة خاصة بالفترة القادمة مشان تنظيم هذا الموضوع. اثنين بالنسبة للطريق، صار عندنا هسه توجيه بإعادة صيانة الطريق المؤدي إلى سوق الحلال والصيانة متى ستتم هذه الصيانة؟ يكون صالح هذه الصيانة خلال اليومين القادمين بس. ماذا يعني تشمل الصيانة؟ عندنا موادنا وعندنا إمكانياتنا وعندنا كوادرنا. ماذا تشمل الصيانة طيب؟ ستي؟ الصيانة ماذا تشمل؟ الصيانة احنا هسه عطاءات فتح وتعبيد بالبلديات ما في. احنا الصيانة راح تكون عملية صيانة اللي هي وضع زفت بالموقع بحيث انه الطريق يكون صالح للاستخدام من قبل مرتدي سوق الحلال. أشكر وجودك معنا السيد أحمد الزهير رئيس لجنة بلدية مادبة نائب محافظة مادبة سابقا، شكرا جزيلا لك.